اهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، واسفين احنا طولنا شويه بس فعلا كانت مطلوبه، وبشكر سامح وامال وهم اخ واخت. يعني شوفوا الاغاني، هم يعني افتكروا المره اللي فاتت لما قلت لهم، فبشكرهم فعلا ان هم جابوا اغاني خفيفه لطيفه تخفف من وطأة الكلام اللي بنقوله او من تقل الكلام اللي بنقوله، لان وطأة دي برضو صعبه. ونعود مره تانية مش لا يمكن ابدا ان احنا نسميه الجدل ولا نسميه البتاع، لا، للنقاش العلمي المحترم للمواد المطروحه من لجنه العشر. يعني بذكر افراد الشعب يعني ان اللي بنقراه دلوقتي وبنقول اللي له اللي عليه ده طالع من لجنه العشر، ولجنه العشر احدى مراحل وضع الدستور اللي هيجي. وضع الدستور ولا وضع التعديلات، احنا خلصنا من الكلام ده، احنا كنا عايزين دستور، وانا لحد هذه اللحظه معتقد ومقتنع ان هيكون دستور جديد ومش هيكون تعديلات. ويعني بكره نشوف. انا منضم لك يا دكتور. لجنه العشره ونتمنى ده، بس ده ممكن هيعمل مشكله خروج على الاعلان الدستوري ونخش في مساله بقى تانية. شوف، لو كان للشعب المصري طبعا حاجه، لما قام بثوره هو مش عشان ياخد فتافيت تعديلات، صحيح، حتى ولو كانت صحيح كذا، لكن طبعا يعني الثوره لها مقابل، مش الاعلان الدستوري اللي هيحول بينها. خليني معاك، احنا فتحنا النقاش يعني قبل التقديم يا صنبي. يعني لو انت هتدي، ودي كنا بنتناقش فيها في الريست مع عبد الغفار بيه، لو هتدي للشعب زياده وهتدي له حقوق اكتر وهتجيب دستور كامل، هذا لا يتعارض مع الاعلان الدستوري، لان الاعلان الدستوري بيقول تعديلات وهو جاب لهم دستور بالكامل. ايه المشكله في كده؟ يعني هو على فكره خليني معاك. طب ما الاعلان، هل ده هيحتاج ان لازم يعدل الاعلان الدستوري؟ حبيبي هفكرك، وان كنت ناسي افكرك، ثوره 25 يناير مش عملوا تعديلات دستوريه؟ وشكلوا لجنة للتعديلات الدستورية، وإيه اللي طلع؟ دستور، صحيح، وكان بناء على إعلانات دستورية، صحيح. إيه اللي طلع؟ دستور في 25 يناير معالي المستشار طارق بيه البشري، لجنة التعديلات، وبعدين انضمت انشالت وجات لجنة التعديلات، وفي النهاية طلع لنا دستور. لا بس لا، هو عمل التعديلات ودخلها في اعلان دستوري 11 مارس، وبعدين راح مدخلها في اعلان دستوري 30 11 مارس، وبعدين عمل جمعيات اساسيه لوضع دستور جديد، لوضع دستور جديد، اشتغلت على وضع دستور جديد. طب اذا كان الاعلان الدستوري دوك عمل جمعيات اساسيه لوضع دستور جديد، الاعلان ده عمل جمعيتين، جمعيه اصليه وجمعيه فنيه، علشان يضعوا تعديلات. هي اللجنه الفنيه عاملها لاعداد للمسوده، ما انا بقول للتعديلات، لكن انا بقول لهم مش مهم ان احنا نخالف الاعلان الدستوري وان احنا نجيب دستور جديد. والله نامل في هذا، خدت بالك؟ نامل مش هيدي المشكله جديد. لا قول لي، هتطعن؟ والله جايز، حضرتك عارف المتربصين كتير. اسمعني، هتطعن في ايه؟ هتطعن في الدستور اللي هيستفتى عليه الشعب؟ هل هناك دعوه قضائيه تقبل ضد دستور؟ لا، ولا هتطعن في اختصاص اللجنه ان هي تجاوزت اختصاصها؟ ما انت لازم، ما هو اسمعني، حضرتك عارف ان في متربصين كتير. لا انا ما هو خليني، لهذا انا كنت افضل انه يبقى في تعديل للاعلان الدستوري كان هيريح، عشان يتوقف مع كان هيريح، لكن خلينا من الناحيه القانونيه البحته، لان في نقطه برضو حضرتك بعد اذن حضرتك فضل مهمه جدا اتفضل، وبناكد عليها، انه في دعوه ما زالت موجوده حتى الان امام مجلس الدوله، صحيح، بشان الدستور المعارضه بتاعت الجمعيه الاساسيه اللي عادت من الدستوريه للمحكمه القضاء الاداري، بيطعن على القرار الخاص بتشكيل اللجنه التي عدت الدستور، اللي اهل المفروض جايين عشان نعدله، ففي عكه. ولهذا كان المفروض ان عشان يبقى المسائل ماشيه بشكل مستقيم دستوريا وقانونيا، تعديل دستوري في الاعلان الدستوري، نعم، تعديل في الاعلان الدستوري يحدد دستور جديد، مش اختصاص كلمتين بس، لانه تعديلات دستوريه. طب ماذا لو جاءت المحكمه وحكمت بإلغاء القرار الصادر بتكوين الجمعية العمومية تأسيسا على عدم دستورية القانون الذي قضت به المحكمة الدستورية العليا، والأثر المترتب والأثر الوحيد المترتب عليه كان هو إعلان الدستور الوثيقة بتاع 2012. خلينا أنا أجي أشتغل على وثيقة قد يقضى فيها ببطلان إلغائها، ويعني مسألة يعني، طب ليه اللفة دي كلها؟ وبعدين أنت عامل ثورة 30 يونيو، ثورة بمعنى الكلمة، فليه تقول تعطيل ما تقولش الغاء او اسقاط؟ هناك قالوا تعطيل برضه في 25 يناير. اه انا عارف نفس الكلام، عملوا، بس هناك قالوا تعطيل برضه. انا ليا تساؤل حضرتك، اتفضل.
اتفضل. اعتبارك يعني احد كبار اساتذه القانون الدستوري. العفو يا بيه. دستور 2012 نص على طريقه تعديله. اي هل يجوز ان يعدل دستور بغير الاليه والطريقه التي نص عليها؟ لا. طب ازاي انا بعدل ده بطريقه تانية خالص؟ لا معلش هو ده, هو ده يؤكد اللي انا بقوله. لا 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 يا سيدي, انا اسف في مخالفتكم في الراي انتوا الاثنين, لانه دستور 2012 هو كلمه التعديل جت مجازيه وان كان تعديلا زي ما بيقولوا, لان معنى تعديل معناها ان الدستور قائم والثورات زي ما انا قلت, وده مبدا الدستوري مش انا اللي بقوله, قصه الدساتير لا تعدل الدساتير. وبناء عليه هذا البروسيس, هذا المشوار اللي احنا بنعمله هو وان كان. ولذلك احد الزملاء اللي بعزهم جدا اللي كانوا في لجنه العشره قال لك, هو طب اذكر لي, وانت عارف لما بنيجي نتكلم عن انواع العرف المعدل والكذا والكذا, فيقول لك ايه التعديل؟ تعديل مش كلي؟ صور التعديل ايه؟ قد يكون كليا وقد يكون جزئيا. ادي كلمه التعديل اللي انت بتقول عليها محتاجه لنا. وقال لك لا, احنا بنفسرها ومش محتاجين تعديل في الاعلان الدستوري, لان كلمه التعديل قد يكون كليا وقد يكون. طبعا انا مش متفق في هذا الراي, لان تعديل لازم يبقي على جزء ولو 1% من الاصيل حتى تدخل التعديلات ضمن الاصل. مش هنرجع في الكلام ده, وان يكون وفق الطرق اللي بيتكلم عنها ساعه المستشار المحدده للتعديل. لا بل لا لا سوري, بس في ثوره يبقى اسقاط. يبقى اسقاط يا دكتور. اللي قلناها دي مشكلتنا معاه من ماشي. 25 يناير ثم 30 هو الثوره تعني اسقاط. هو كان الثوره لها قوانينها وادواتها الخاصه. احنا متفقين. لا انا اعرف واحنا متفقين قلبا وقالبا. قلبا وقالبا. السؤال الثاني برضه خدت بالك, بس هم كان في عجله في الاعلان الدستوري, والبلد كانت في ظروف يعلم بها ربنا مع الثوره, وكان في مؤامرات تحاك بينا وكذا, فالجماعه عايزين يعملوا خارطه طريق علشان نثبت للعالم كله احنا عايزين دوله مدنيه وعايزين دستور وعايزين كذا, ومشوا. فجت لخبطه شويه, رغم انه الاعلان صدر من ايه؟ يستطيع الاعلان ان يعدل هذا الكلام عشان الثغرات دي ننتهي منها. ربما يكتفي ويقول لك التعديل كله جزء. طب سؤال تاني. ينسحب حزب النور ينسحب. لما بعمل تعديل بقدمه للمواطن للتصويت عليه في الاستفتاء لابداء الراي, برفق له التعديلات. مش كده؟ ده العرف؟ انا بقول لك مش هو ده اللي هيحصل. طيب هل ممكن ارفق كل التعديلات دي؟ هي دي مش تعديلات. طيب ابداء الراي يا سيدي. والله دي ما هي تعديلات. ما انا بسمح بتكلم على خلينا واقعيين يعني. بص مكتوب عليه مشروع تعديل اهو, مشروع تعديل الدستور. مشروع تعديل الدستور, وبعدين لما بنشوفه من جوه تغيير. من ماده واحد الى كذا, يبقى اذا بعد كده هيطلع مشروع تعديل الدستور, هيطلع بعد كده مشروع الدستور في لجنه الخمسه. على فكره اللي بنسيره ده في لجنه الخمسه سيكون غدا, هيطلع في مشروع الدستور نقاش كبير في اول اجتماع للجنه. في اول اجتماع للجنه هو بكره الاجتماع. اخر سؤال بقى دكتور. اختيار الرئيس بكره. اختيار لجنه يعني تصالحوا اجتماع الاجراءات. الاحزاب كلها موجوده, كله موجود, كل الممثلين موجودين. هنشوف النور بقى لسه هياخد النور. ما عدا النور. اخر سؤال بقى. لما انا هعدل دستور 2012 سوف يبقى للتاريخ انه دستور ايه؟ 2012. ما انا قلت ان هو هينكر الثوره. لا ما هو الاسم لا, ما دي قلناها من زمان. علشان الدستور تحط له اسم بتقول دستور السنه اللي صدر فيها, دستور 11 سبتمبر 71, دستور كام 25 نوفمبر ولا ما اعرفش كان نوفمبر اللي هو 2012 وبس. وهنا هيطلع ايه؟ دستور 2012. فمش هيطلع بالظبط 2012. مش هيطلع تعديلات ولا الكلام ده ولا 2012. لا هيطلع, انا بقولها لك اهو, هيطلع مشروع دستور 2013. احنا بنتكلم عن التقنين. ما احنا مش بنستنتج. احنا بنخاطب الناس. لان اللي في ايده الجمعيات التاسيسيه هي اللي في ايدها كل الحاجه دي, فاحنا بنطالبهم بذلك. هو انا هجيب 2012 يبقى اسقطت 30 يونيو يا سيدي. بالظبط. لو جبت كلمه 2012 بالظبط يبقى اسقطت 30 يونيو. صحيح. وانت بتقول للعالم كله ان احنا مش بنقول, احنا فعلا ثوره قامت ومش محتاجين العالم يصدقنا. يبقى في الحاله دي على طول بدليل يا اخي انها جابت حكومه وجابت رئيس. جابت رئيس. طب ما مشيناش ليه على ده 2012 زي ما انت سؤالك تقول اشمعنى بتعدل؟ والاغرب ان الذي اصدر الاعلان الدستوري رئيس المحكمه الدستوريه. ما هو ده اللي احنا يعني لكن معلش الموقف كان مهيب, انا بعذره. ولو انت مكانه كنا برضو هنقعد ننكت شويه مش هقع في الخطا ده. لا 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 علميا يعني وفنيا برضو. بس احنا كنا متفقين على عدم جمعه ما بين رئاسه المحكمه وبين رئاسه الجمهوريه. هو مش رئيس المحكمه يا سيدي حاليا. لا 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 يا سيدي, الجزيره اللي سالتني هذا السؤال وبتقول لي ازاي رئيس المحكمه. قلت لها انت عايز ايه بالظبط؟ ايه انت مش فاهم؟
مش فاهم قواعد الحلول وقواعد الإنابة، أليس هذا عذر مؤقت يا أخي يا محترم؟ إيه بيحول بينه وبين الرئيس المباشر ولا بدون تفويض حلول؟ نائب الرئيس هو رئيس المحكمة الدستورية، عشان كده كتب رئيس مؤقت. رئيس فنيا يا دكتور رفض، اتفضل. المشروع التعديل تضمن ديباجة حلت محل، عشان أنا بقول لكم دستور، حلت محل، مش انا بقول لكم دستور ان يذكر دباجه 25 لسه لجنه ال 50 غير دباجه، معلش الدباجه مش عايزين نخش فيها دلوقتي، انا بتكلم من الناحيه الفنيه دكتور. ايوه اتفضل. ايوه، هل يجوز للتعديل ان يحذف ديباجه اصدار الدستور الاصلي؟ لا، هو تعديل دائما وابدا، حتى هتجد في ماده التعديل، لان احنا حافظين الحاجات دي، في ماده التعديل يجب على مقدم الطلب ان يذكر المواد المطلوب تعديلها، وثم تناقش مبدئيا بالثلث، ثم تناقش نهائيا بالثلثين، يبقى المواد ويحل محلها ديباجة اخرى. مش انا بقول لكم ان روحي معاهم وهم روحوا معانا، انا اسعدتك، وان كان دستور اسئله مشروعه يفرضها يفرضها المنطق. انت عايز تعديل في العلاج الدستوري والمنطق؟ ايوه لازم. انا مش محتاج تعديل، الثوره مش محتاجه تعديل، هو عشان يتسق الامر بالظبط. معلش معلش، طيب اوكي احنا متفقين، خلينا نعود. احنا خلصنا، قلنا الماده 6 بصراحه 3-1 ولا قيمه لها ولا تاتي بجديد، وهي ثرثره على شاطئ النيل العظيم، وبالتالي ما يعني خدها كده وخلاص. وكان المفروض يبقى ناقص مادة حتى على الأقل، الدستور لما يبقى قليل بيبقى جميل جدا جدا، لأنه بيبقى محكم في الصياغة، وبالتالي خلاص احنا بنوصل هذه الرسالة للجنة الخمسين. المادة 7، احنا وصلنا المادة 7، يعني ماشيين برتم نوعا ما مقبول. آخر مادة في الباب الأول اللي هي الباب الأول كان اسمه الدولة، وعلى فكرة يعني خلي بالكم، ودي ما كنا هنتناقش فيه، حطي الباب الأول الدولة، طب والأبواب الثانية خارج الدولة ولا في الدولة؟ يعني بالله عليك عاملها يعني مقومات المجتمع. مش أنا قلت لكم أنا أخشيك يعني فوضوي شوية؟ طب أنت حط الباب الأول الدولة والباب الثاني المقومات الأساسية للمجتمع، وكأن الدولة شيء والمجتمع شيء وكذا، في حين أن احنا نقصد الدولة، نقصد الدولة بما فيها ومن عليها، ولذلك كنا عايزين الإقليم كمان، وما بين سماء الدولة وأرض الدولة المجتمع، اللي هي أفراد المجتمع، ولذلك كلمة الدولة شاملة عامة وقصرينها على باب واحد. حد عنده سؤال؟ لا صحيح، لا صحيح، ولا صحيح. ولا إيه وكل ما جاء في الباب الثاني والثالث كان لابد يعني ان يخصص تحت عنه باب واحد. ايه الدولة؟ عايز تتكلم في ايه في الدولة؟ بالزبط. عايز سمات الدولة بالزبط. عايز اركان، عايز شكل، يعني لابد يعني من كلمة تصب عليها اسس طبعا. الدولة ما ينفعش يعني الدولة بس ابدا اسس الدولة، لان احنا بنتكلم على ان الدستور. لا ابدا، هو كان مقدر يعمل بيعرف الحقوق والحريات وبينظم بالزبط السلطات الثلاث. ما هو هو الدستور. الدستور الفرنسي 58 الجزء الاول اهوت جه بدون عنوان على الاطلاق، ماده اولى، وراح داخل في لا فرانس ريبوبليكان ديفيزيبل، يعني دوله غير قابله للتقسيم والكلام ده كله، عنوان منضبط يعني ولا عنوان ولا حاجه خالص. وبعدين بدا تيتخو بروميي الباب الاول دو لا، شوفوا العظمه اللي احنا والله العظيم الواحد بيحزن، والدولة هي اللي تحملت تمن تعليمنا، وهي اللي بعتتنا لفرنسا، وبنتكوي بنار العلم اللي تعلمناه، لان مش عارفين نشوفه على الارض اللي احنا عايشين عليها في البلد ديت. اول باب في الدستور الفرنسي عم تعرفوا حطينا عنوان ايه؟ دولا سوفرانتي، السيادة. السيادة اللي جاية حتة بتاع عندنا في المادة بعنوان باب، عنوان باب السيادة. صحيح، دو لا سوفرينتي باب الاول تيتخو بروميي، يعني بالله عليكم شوفوا شوفوا عظم. لكن احنا نيجي في حته ماده ونحط السياده، وحتى صياغتها طرأت عليها تعديلات بيننا كثيره جدا ونسيناها. فيا جماعه الله يخليكم، حتى الابواب ما هيش مقدسه، يعني تجيش تحط، لا شوف حاجات تانية، يا اما انك انت تقول الدستور اهوت وماده واولى لحد الماده الاخرانيه وبالسلام، هو ده الدستور. لكن التقسيم، وهنشوف دلوقتي عيوب كبيره جدا في العناوين على فكره، كبيره جدا في العناوين. ناخد الماده 7 وهبدا بعبد الله بيه المغازي، تاخدها ولا انا بديك علشان ما تقولش دايما مركز يمين. الجنسيه المصريه ينظمها القانون، الجنسيه المصريه ينظمها القانون، دي جنسيتنا، دي هويتنا، دي كل حاجه حياتنا، لانه من غير الجنسيه علشان تحط رجلك هنا لازم تاخد اذن من الدولة دي. ليه؟ لانها دولة ذات سيادة، هنفكركم. علشان تخرج من عندنا عايز اذن،
يعني كان زمان يقول لك الكارت الاصفر وحكم بعدم دستوريته انت من حقك كمواطن طالما عندك جنسيه انك تخرج لكن اللي مش مواطن لان كلمه الجنسيه تعني ايه غير المواطنه فحاجه يا عصام بيه ازاي يعني لا يعني في فرق بين اللفظين بين الجنسيه إيه؟ والمواطنه او المواطن هم واحد ما هي رابطه ولا اللي بيعرف بين الفرد والدوله لا مش هم واحد يعني هي رابطه بين الفرد والدوله لا ده تعريف الجنسيه لكن خلينا في السؤال هل الجنسيه هي المواطن او المواطنه ولا الجنسيه هي التي تعرف المواطن وتفرز المواطن من غير المواطن هل يعني اللي ملوش جنسيه او اللي ملوش جنسيه مصريه هل بنسميه مواطن لا طبعا اذا تعريف المواطن ياتي منين يعني ليس كل مواطن مصري الجنسيه عايز تقول كده نعم عايز تقول كده لا يعني كل من له الجنسيه المصريه فهو مواطن طبعا وكل مواطن حتما ولا بد سينكوانون زي ما بيقولوا حتما ولا بد ذات جنسيه بحامل جنسيه مصريه اذا الجنسيه خطيره جدا طبعا لانه يعني ولهذا بتوضع في باب الدوله لا وايه كمان وايه كمان ودخلوا في المبادئ بتاعه الدوله المواطنه 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 هي المواطنه جايه منين من الجنسيه طبعًا. ولذلك انا ليه بقول الكلام ده انا بقول ليه عشان نوعى ونصحى للجنسيه نوعى لها ونصحى لها طب شوفوا جات ازاي وانت عايز ايه في نص الفتره اللي فاتت شفنا التلاعب الخطير اللي حصل فيها يا جماعه 40,000 وناس يقولوا 60,000 وبقوا 120 وفي اللي 120 هنعرف الحقائق ان شاء الله التاريخ هيقول لنا مش التاريخ البعيد القريب جدا يعني بعد القضايا ما تنتهي هنعرف كل تفاصيل الجنسيه كده يعني رخيصه للدرجه دي ان احنا نديها كده بالالاف والحاجات دي ده سياده الدوله ده هويه الدوله ده احنا ده المدخل ده احنا ولاد ده احنا يعني جدودنا فراعنة يعني ازاي تدخل كده هباء روح شوف الجنسية وقف على الباب واغرق في الطريق وانت ماشي واللي يوصل بقى وفقا لقانون الطبيعة الاقوى اللي بيقدر يكمل عوم ويروح يقول لهم ايه ده انا عايز بس كاخده طبيعي انا عايز اشتغل وبعد كده هيقيم وبعد كده هيطلب الجنسية وروح شوف شروط منح الجنسية هناك خدت بال حضرتك تقوم الجنسية المفروض تأتي معززة مكرمة لأنها هي والمواطنة سواء بسواء وبدونها لا وطن جت بيقول الجنسية المصرية نظمها القانون حلوة دي ولا كاملة في الدستور ينظمها القانون طب هو سؤالي بقى والله غبي سؤالي يعني انا المادة دي خلتني فكرت في حاجة هو احنا عندنا حاجة غير القانون بينظم هل عندنا توزيع للاختصاص اخش بقى في المادة العلمية هل عندنا توزيع للاختصاص ما بين القانون واللائحة او ما بين المشرع والسلطة التنفيذية وبنقول على سبيل الحصر فرنسا واذكركم بالمادة 34 و37 في فرنسا اتنين مادتين واحدة بتقول للمشرع ليك كذا وواحدة بتقول اللي باقي من ده على سبيل يعني ايه واخد على سبيل الحصر بتقول له مواد كيت وكيت والباقي السلطة التنفيذية يبقى تنظم بقرارات إدارية سواء كانت لوائح وغير طيب هنا بيقول لك الجنسية ونظمها القانون هو في حاجة تانية بالقانون يعني في حاجة أداة أخرى تنظم الجنسية غير القانون في الدستور يعني هم وزعوا الاختصاص اقول لحضرتك طيب إيه فهمي ليه ايه فايدة يعني انا بلاحظ مثلا انه دستور 2012 الحق اوردها في باب الحقوق والحريات أورد هذا النص الجنسية المصرية في باب الحقوق والحريات وصراحة كده قال الجنسية المصرية حق يعتبره حق وده حقيقة عايز نقف عندها هل الجنسية حق ولا رابطة اتفضل الأمر الثاني هل زي ما بيقول الدكتور رأفت الأمر يتوقف عند أمر يقصد حق لمين حق لمن تتوافر فيه الشروط المادة 32 في 2012 الجنسية المصرية حق فصلة وينظمه القانون باب الحقوق والحريات وجاي باب الحقوق والحريات باب الحقوق والحريات مش باب الدولة ماشي السؤال استكمالا لسؤال حضرتك ألم يكن هناك مقتضى لتضمين هذا النص بعض الضمانات للحصول على هذه الجنسية تجيب النص القديم أو قدر من القيود على منح هذه الجنسية في الدستور بحيث أقيد بيها المشرع العادي دون أن أطلقها بهذا الشكل
الجنسية المصرية ينظمها القانون. أنا أؤيدك في الموضوع ده جدا. أنا بأؤيد لأن مسألة خطيرة جدا يا دكتور. وأنا يعني ما أنا عملت أنا التعريف الأول للسيدة وأنا يعني استشفيت من كلام حضرتك أني مش معقولة حاجة بهذه الخطورة الشديدة. والدليل على كده يا معالي المستشار تأييدا برضو الكلام سعادتك أني تم العبث بها بمنتهى السهولة بمجرد قرار سيادي. خلاص ادي الجنسية يا سيدي 10,000، مش هقول 120,000 زي ما بيقولوا البعض. هل لا مش سيادي؟ مين قال القرار سيادي؟ لا يعني أنا بعتبر، ما هو خلي بال حضرتك لما يقول أنا هقول أسئلة بعد كده أنا بس بعتبرها أنا بعتبرها أنا بعتبرها لأني إحنا عدنا فترات طويلة جدا. الست الأجنبية اللي بتتزوج من مصري خلال عامين بتحصل على الجنسية. دي المصرية راجل ما كانتش بتاخد الجنسية. حل حل تعال بقى تزوجت. لو المصرية تزوجت من غير مصري أجنبي يملك وزير الداخلية. من عشان كده أنا بقول اللي بتخش فيها القرارات الوزارية من وزير الداخلية يعني ممكن يدي أو يمنع. تعدلت بالقانون بس برضو لكن مازال المشرع يملك مازال يملك هذا. فعشان كده أنا من وجهة نظري لا 2012 يا ريمو يعني 2012 أنا أعتقد 2030 أنا أعتقد أني أنا متفق مع سعادتك معالي المستشار في هذا الأمر. لابد زي ما أنت قلت في الأزهر كده هيئة كبار العلماء مش عارف حط أطر كده معينة، حط مبادئ رئيسية ممنوع حتى المشرع العادي لما يجي ينظم ما يخرجش براها لأهميتها القصوى. ده من وجهة نظري يعني هيئة مستقلة ورئيس غير قابل للعزل وكذا وتقوم بكذا بعيد عن وزير الداخلية كذا الجنسية ينظمها القانون. ما معنى ذلك في الدستور؟ أن كل ما برافو عليك يا جميل ما تقول أنت بدل ما يفعل ما يشاء يقول لك ده مسيطر وقاعد وعامل فيها شيخ منصر في نفعل ما يشاء يبقى المشرع ده. أنا السؤال الأقوى جاي لك أو الأصعب جاي أو الحزين جدا جاي لك بعد كده وبالذات أنت لأنك في وشي وأنا عارف همومك اللي جواك. الجنسية المصرية ينظمها القانون. لا أنا يعني كلمة المصري ده مش السؤال على فكرة، ده هي جاي في ذهني دلوقتي. إيه الجنسية المصرية دي؟ هو إحنا الدستور ده بتاع مين؟ هو إحنا عندنا جنسية تانية أنا بس المصرية اللي ينظمها القانون؟ عايز تقول الجنسية ودي يسكت ده إذا كنا بنتكلم عن سيادة ودولة ذات سيادة ومواطنة أنا بقول الجنسية ينظمها القانون. مثلا لو كانت هتيجي يعني كلمة المصرية معناها إن إحنا عندنا غير المصرية. وهل يملك المشرع المصري أن ينظم جنسية غير مصرية؟ ولا يملك ولا يستطيع. يبقى كلمة المصرية يعني تأكيد يعني هنقعد نأكد في الدستور. إحنا جينا نأكد وسايبين الأهم يعني نقعد نأكد زي المادة 6. طيب خد بقى الجنسية المصرية ينظمها القانون إطلاق يد المشرع. ومن هو المشرع يا عصام بيه؟ واحد من اثنين. اتفضل. السلطة التشريعية. ها. بشكل قانون. أيوة. يا سلطات رئيس الجمهورية إذا كان. الله أكبر. معنى ذلك هو ده اللي أنا جاي. معنى ذلك الجنسية المواطنة اللي تخليني يجردني من هدومي وفي ناس رفع دعوة إسقاط جنسية وكذا وكذا. وتكون بقرار بقانون إسقاط الجنسية دي برضه أنا عايز أتكلم فيها إضافة تكون بقرار بقانون حينما يمتلك المشرع القانون وده اللي حصل وده اللي حصل. وبعدين هيقول لك إيه؟ ما واحد هيرد علي يقول لي يا أخي أنت مش مذاكر الدستور الكل. هو القرار بقانون ده مش بيعيش فترة معينة وبعد كده بيعرض على مجلس الشعب أو على المجلس النيابي ويصادق عليه؟ عمرك شفت في حياتك قرار بقانون انت عرفت السؤال؟ ما حصلش عمرك. طب خلي الشعب يعرف خلي الشعب يعرف يمكن الشعب يقول لنا حاجة تانية بعد ما صدر سادة المشاهدين عليك. عمرك شفت في حياتك قرار بقانون أصدر رئيس الجمهورية حينما جمع بين سلطتي التشريع والتنفيذ وراح مجلس الشعب ومجلس الشعب لغاه أو لم يوافق عليه؟ لا 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 يقول لك يجب عرضه خلال 15 يوم فإذا لا عرضه الراجل عيب وما يصحش وما تبقى شكلها مش كويس يعني المجاملات. طب نسيب الجنسية كده بالشكل ده؟ لا طبعا دي لا ودون إعطاء للقضاء الحق في إسقاطها إذا ما منحت بطريق الخطأ. ده كان برضو لابد أن ننص عليه اللي هو الإسقاط. على فكرة دعوة الجنسية من اختصاص القضاء الإداري. طبعا ده في قانون مجلس الدولة من طبعا ده من أوائل أهم من أهم اختصاصات. يعني يا دكتور لما حط في المادة المادة 46 قيد لا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة ولا منعه من العودة إليه وما حطش قيد على اسقاط الجنسيه عنه. هو انا كنت ده السؤال الثاني زي ما قال يد المشرع طليقه والمشرع قد يكون حتى رئيس الدوله لوحده طليق كده. طب يعني ما فيش حاجات تضمن لي
ان ما حدش يتلاعب بالجزم يعني يعني. وبعدين ايه كمان ده الاخطر من ذلك، انه شالها من باب الحقوق والحريات وجابها في الدولة بالزبط. وبعدين ما ادهاش ماهية الجنسية ايه، طبيعة الجنسية ايه، كانت اول عند مرسي احسن حق. الجنسية حق صفق ايا كان حتى تختلف او لا مش بس كده وهيخش عليها ينطبق عليها المادة ان الحقوق والحريات اللصيقة بشخص الانسان لا يجوز انتقاصها ولا كذا ولا كذا بالزبط. لكن هنا راح شايلها وقال لك ايه الحقوق الاخرى اللي بترد في باب الحقوق والحريات ودي مش واردة في باب الحقوق والحريات أيوه. يبقى هم ناويين لنا ايه يعني، هيسحبوا منا الجنسية ولا ايه؟ لا وغير كده كمان في ايضا مادة مرتبطة بيها ومسألة الالتجاء الاجانب للجوء السياسي مرتبطة بيها مرتبطة بيها برضو صحيح. يعني انت عايز تقول ايه؟ عايز تقول المادة ديت ما تنفعش كده، حرام نعديها كده؟ لازم تتعدل. يبقى لازم نحدد طبيعة الجنسية طبعًا. ونقول ان الجنسية حق لصيق بشخص الانسان، يبقى تتنقل من باب لصيق. لا هي لا بالعكس، شوف هي في الدولة لانها متعلقة بالدولة لحد كبير. عبد الغفار بيه والله انا ما يهمني المكان صحيح. لان هي تيجي في الدستور انا معاك اول مادة عشان يبقى تصنيف علمي كده ان تقول، لكن انا اللي يهمني في النهاية اللي هينطبق عليا واللي الشعب هيطلع له وبعد كده هنشوف المآسي منه. لازم نقول ان الجنسية حق مش بس حق ولصيق بشخص الانسان، يبقى لا يجوز المشرع ان ينتقصها كذا 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 ينطبق على 60 طبعا طبعا على كلمه حق اللصيق، هو قال الحقوق اللصيقه بشخص الانسان خلاص. لا ما دي لازم تتعدل الماده دي يعني ما نسيبش كده المشرع يا جماعه. الحاجه الثانيه ان نفرض عليه قيود في الحقوق القضائي يعني اسقاط الجنسيه لا يا اخي ده المصادره مثلا يا اخي ده المصادره شويه مال مالهمش قيمه يقول لك المصادره العامه لا تكون الا بقانون مش بس بحكم قضائي لا بقانون، اما المصادره الجزئيه اللي هي بتاعت بحكم قضائي وحاجات تانية ما تخشش بيتك الا بحكم قضائي او امر من النيابه والجنسيه سايبها كده يعني يا جماعه حرام والله حرام. الشعب ده انتوا يعني معلش انا ما بلومش لجنة العشرة ده كلهم حبايبي وزملائي بس معذرة ليهم اختلاف وجهات النظر لكن وتوضيحها والاصول اللي فيها لم يبغى ان تقال. تعرف انا نفسي ايه؟ انا نفسي الحرقة والحمية ويعني تراب مصر يتكلم طبعا مش اصلحنا ابنائها وهي علمتنا وهي اللي لها فضل علينا، فالمفروض ان احنا يا جماعة العالم كله يعني بيعمل ما قالش كده بالشكل ده في الجنسيه وسيبها سداح مداح لمشاكل واحنا عمرنا يقفوا من الصباح الباكر للمساء عشان موضوع الجنسيه. ولهذه اللحظه لم نذق طعم الديمقراطيه ولا طعم المؤسسات الديمقراطيه في الوطن، فهناخد فتره لما نتعلم الديمقراطيه. هنسيب الجنسيه الفتره دي كلها يعبثوا فيها كده بقانون، ولذلك القانون عمل فيها ايه؟ اداها لوزير الداخليه. ده خطيره بس كده يا دكتور خطيرة. ده الوزير الداخليه ده القانون حتى هذه اللحظه حاضر بنص عصام بي على اعطى الاسقاط على اعطى الاسقاط في بعض الحالات الاستثنائيه لمجلس الوزراء مش للقضاء بنص على الاسقاط بنص على الاسقاط التلقائي بمجرد الحصول على جنسيه دوله اجنبيه اذا لم يتقدم بطلب خلال سنه، ولذلك حتى مش مطبق يعني لانه ما هو ما فيش حد بيخطر اصلا لانه هو اصلا مخالف مخالف للاصول والمبادئ طبعًا. مش مطبق يعني مجرد ان انا احصل على جنسيه دوله اجنبيه وما اقدمش طلب خلال سنه تسقط عني الجنسيه، ما ده اطلاق يد المشرع بقى فخلاه يقول كده وما عندوش قيد دستوري صحيح. ده كلام في منتهى الخطوره، لا لابد احط قيود طبعًا. حق ازاي تسقط عني الجنسيه لمجرد انا حصلت على، انا ما اعتقدش هل في دول اجنبيه كثيره بتقرر هذه المبادئ والقواعد. لا هي المانيا لا تجيز الازدواج الجنسيه والكل معاه جنسيه، وزي السعوديه لا تجيز دول الجنسية ومع ذلك الكل معاه ومخبيها وخلاص وماشي والحاجات دي كلها، لكنه مش هو المشكلة. واحنا لا يجيز الا باذن رغم ده تلات ارباع الناس اللي معاه الجنسية ما بتخترش وبتاع وشحم الجنسية هو بيبقى جهل بالقانون ويستخدم هنا لا مش جهل هو يعلم لا 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 يستخدم لا لا. يستخدم جهاز سفر وداخل مصري بالقانون. وهناك يستخدم وهكذا. يبقى نقول ايه؟ الجنسية حق لصيق بالمواطن او بالانسان، لا مش بالانسان لان مش كل الانسان هياخد الجنسية، يعني الجنسية حق كفاية حق بكفاية حق علشان ما نقولش لصيق بإيه صحيح. لأن هي اللي هتدي المواطنة المواطن. يبقى الجنسية حق فصلة لا يجوز ممكن نقول حق لصيق بالشخصية، حق لصيق بالشخصية. يبقى إيه؟ الجنسية حق لصيق بالشخصية فصلة إيه القيود يا عبد الغفار بيه؟ لا يملك المشرع اسقاطها
أو لا تسقط إلا بحكم قضائي. لا حكم قضائي برضو مش كفاية. مش كفاية. لا مش كفاية طبعا. كل واحد يرفع عليه دعوة ويبهدلوني. لا مش كفاية. لا استنى. أسكود على المشرع. أنا عايز أقيد المشرع مش أقيد ال 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 الإسقاط. أنا قصدي من ضمن القيود حكم قضائي. لكن في الآخر تقول ولا يجوز إسقاطها إلا بحكم قضائي. بس بعد ما أحط قيود على المشرع. طب استنى بقى إلا بحكم قضائي بتقول. طب خلينا في الإسقاط. هي في دوله بتسقط الجنسيه يعني في الدول الديمقراطيه بتسقط الجنسيه عن ابنائها؟ ما سمعتش. اه في احكام بتصدر يا دكتور. فين؟ الخارج. لا قول لي. انا فرنسا ما اعرفش ان في اسقاط جنسيه خالص. تعرف الاسقاط الجنسيه بتكون في ايه؟ في السحب بس اللي منحت. السحب اللي ما يمنح اللي منحت متجنس بالظبط للمتجنس اذا ارتكب جرائم معينه خطيره جدا يعني تصل لإرهاب. هنا بقى يجوز لوزير الداخلية والحاجات ان يتخذ الإجراءات لانه يسحب منه الجنسية. سحب الجنسية. لكن استنى الجنسية لما هي حق فهي لا تمنح. صحيح. للمواطن العادي هي لا تمنح الجنسية. انت بتتولد بتروح تجيب شهادة الميلاد بقولكش روح الاول اسم الجنسية. شهادة الميلاد. بتمنح الجنسية. لكن اللي بتسحب هي اللي فيها كلام. ليه؟ لان احنا ما نعرفكش. وبنجربك وبعدين بالتالي لو جيت انت مجرم وتحت غطاء الجنسية عايز تعمل كذا. هنا في القانون تنظيم حالات الإسقاط هنا في الجنسية موجود في قانون مصر. ما هو ده اللي أنا بقوله. منها المواطن يعني الطبيعي مثلا واحد حمل جنسية أجنبية أخرى ولو دون الحصول على الإذن. دون الحصول على الإذن. لكن إيه تاني؟ إيه تاني بيسقط عن واحد؟ أنا أعتقد خيانة العظمى. إيه خدت بقى. لا حكمه. لا لا العظمى بيتحاكم. لا ما انت اهو حطيت يا عم انت رئيس الدولة حطيت له الخيانة العظمى وكل حاجة ويتحاكمه وياخد العقوبة الجنائية بس لكن ما جردوش. حتى لو إرهابي على فكرة. لو إرهابي السعودية عملت كده مع بن لادن. ما تسقطش الجنسية. لا السعودية أسقطت الجنسية عن بن لادن. ده أنا عارف. خلينا نضرب أمثلة يعني الدول الديمقراطية. أوكي. لا ومش بس كده. أدي السعودية بتسقط الجنسية. فعلا أسقطت. طيب إذا كنت عايز النظام على فكرة أنا مع إسقاط الجنسية اللي بيرتكب جريمة خيانة وتثبت عليه خيانة عظمى. أنا رأيي هذا. أنت عارف أقول لك ليه؟ اصل طالما خد طالما فقد اصل هقول لحضرتك. ما احنا قلنا ان الجنسيه احنا عندنا على فكره جواسيس واتحكم عليهم الفرد والدوله يا عصامبي. عندنا جواسيس واتحكم عليهم ويقضوا بيقضوا العقوب منهم ما بيقضوا منهم من قضاها وخرج تسقط عنه الجنسيه. سؤالي بس انت عارف اسقاط الجنسيه يعني ايه يا عصامبي؟ طبعا انت عارف. اروح لمين؟ ده ما ممكن ان بيبقى غالبا معاه جنسيه اخرى. اولا لا انا لا, لا مش غالبا لا مش شرط. لا والله لا هيبقى بدون راجل مكافئ للخيانة وعدم الولاء. في ناس يعني بيبقى يعني يا عصامبي في ناس ضعفاء مقابل حفنة من الأمن. عارف حضرتك ان مرسي معاه جنسية اخرى يا سيدي مخبيها؟ لا انا ما والأضاعه متداولة في مجلس الدولة. طب كويس هنعرف معاه يعني. جنسية امريكية هنعرف واولاده بيحملوا جنسية وكانوا مخبئين القصة دي وبعدين المحكمة في المطالبت من وزارة الداخلية البيانات لما سقط مرسي قدموا البيان انه اولاده يحملوا جنسيه امريكيه وما قدموهاش ليه اثناء وجود مرسي ما قدموهاش ليه اثناء وجود مرسي. طبعا على ليه؟ فكره ده ادعى بقى لايه؟ ده ادعى معلش انا اسف ان انا هخرج معلش بره الحته لان الحته دي ساعات بتوجعني جدا لان انا كنت من الناس المتبني ان ادارات معينه لازم تخرج بره وزاره الداخليه من ضمنها الجوازات والهجره. ادي عايز ليه بقى ليه؟ لان هو دلوقتي رئيسه الاعلى على سبيل المثال طول ما هو ضاغط عليه مش عارف يخرج الورق. طب اول ما هو مشي ابتدى يخرج الورق. دي إدارة. حتى المرور المرور في دول كتيرة جدا مش تبع وزارة الداخلية. صحيح. يعني في حاجات معينة اللي احنا كنا بنتكلم عنها إعادة هيكلة وزارة الداخلية. فأنا آسف بس إن أنا بخرج بره الموضوع. الدولة كلها عايزة تعاد هيكلة. يبقى الجنسية حق لصيق بالشخصية. أدي النص اللي ما احنا عايزين نطلع طالما بننتقد وطالما بنمدح يبقى لازم نخرج بنص. يبقى نتكلم على الإسقاط والسحب بقى. الجنسية حق لصيق بالشخصية وبعدين لا يجوز إسقاطها إلا بقانون. لا خلينا نقصرها على من اكتسبها. يعني لا يجوز إسقاط الجنسية عن أنت مأيد رأيك. طبعا طبعا لأنه هيروح فيه. طبعا ماشي هو خد عقوبة عايز تديله عقوبة بس مش عقوبة دي يبقى نقول عليها سحب. سحب هي سحب يا دكتور. لا لا لحظة واحدة ما طالما أنا أعطيت يبقى أسحب. ماشي خلينا نكمل للسادة المشاهدين النقطة دي. لو يا عصام بي انت رحيم قوي يا دكتور. مش رحيم مش رحيم مش رحيم اصل دي حاجة انسانية يعني يعني لا خلي بالك انسانية يعني يا جماعة ما نقدرش. لا اصل انا معلش انا واخدها من فكرة ايه معلش الفكرة جاية من ايه اتفضل. في هي رابطة سياسية بين الفرد والدولة. لا مش رابطة سياسية
رابطة قانونية؟ ده ده بتوع الدولة اللي بيعرفونا الكلام ده. تقول لي رابطة قانونية بين الفرد والدولة؟ هي رابطة طبيعية ماشي. بين الفرد والدولة ماشي. رغم انه فرد في رابطة طبيعية قايمة على فكرة ايه؟ قايمة مفروض على فكرة الولاء بالتأكيد. بس هي دي اللي انا اتكلمها انا. طيب دي النقطة اللي انا بتكلم. طيب حلو قوي. هي بتقوم على فكرة الولاء. واحد اتجسس وخد عقوبة مؤبد وقضى المؤبد بتاعه. طبعا اللي بيتجسس هتقول ما عندوش ولاء طبعا. خلي ما انا معاك ما انا معاك. وبعدين خد العقوبة وقضاها وجيت سحبت منه الجنسية. طب هتسحب منه الجنسية هتسلمه لمين؟ اصلا خلينا ندي حلول قانونية. ما انت لازم بقى تطلعه ما عادش من عندنا ومسحوب الجنسية. هتروح تسلمه لمين؟ للسعودية ولا لإسرائيل ولا لفرنسا ولا مين هيقبله منك؟ يبقى انت تحط عليها ان الافضل لا تحكم عليه بالاعدام احسن ما سحبهاش الا ما انت لازم تطلعه. هتسيبه في الوطن ازاي يا دكتور؟ معلش انا الحته دي في القانون الدولي بينظمها يعني حتى في اثناء لما بيكون واحد معاه جنسيه تانية يعني من ضمن الحاجات مبادئ القانون الدولي في المتعلق بالجنسيه ان ما ينفعش اسحب او اسقط الا اذا تاكدت انه يحمل جنسيه بنقول عليها جنسيه فعليه يعني نحط القيد ده هو ده يعني ما اسحبش منه انا بقول عليها سحب مش اسقاط. طيب ما اسحبش وانا مع معالي المستشار اني ابن هذا الوطن ما ينفعش ان انا يعني ده اللي احنا بنقول اللي احنا بنقول عليه ماشي أوه. اما من تجنس السحب يكون بحكم قضائي بحكم قضائي بلاش نقول الداخليه يبقى اذا الجنسيه حق لصيق بالشخصيه لا لا يجوز سحبها الا لمن منح او نقول ايه الا لمن اكتسبها إيه وبحكم صحيح. قضائي لا يجوز ايه سحبها الا ممن اكتسبها وبحكم قضائي اكتسبها اللي هو مكتسب الجنسيه في القانون الدولي اي بس هل الا بحكم قضائي مكتسب المكتسب المكتسب بالميلاد يعني لا لا ده مش مكتسب ده طبيعي ده ما بيسموش حتى في القانون الدولي يقول لك مكتسب الجنسيه طب ده اسمه اللي هو المتجنس الا من المتجنس ماشي يبقى الجنسيه حق لصيق بالشخصيه يحظر سحبها الا من المتجنس وبقانون وحتى يعني وبحكم قضائي في بعض فقهاء القانون الدولي فيما يتعلق طالما اتكلمنا على كلمة الجنسية كلمة الجنسية دي بتعود إلى كلمة جنس الجنس ريمون. ولذلك أنت في ناس تستطيع أن تقول عليها جنس مصري هنخلص بقى عليه الأصل الفرعوني بتاعنا تمام ولذلك هي كلمة جنس هنا ليها أكتر من معنى ما نعرف يعني ما نعرف بس أنا بتكلم من ده معنى النوع في بالمعنى لا انا بتكلم في المعنى العرقي اللي هو انت بتتكلم على السلاله اللي هو الجنس البشري جايه من كلمه غير لما يكون جالنا مثلا حد من اعراق اخرى ودخل الجنسيه المصريه دي حتى يقول لك ايه ده يخضع لرعايه الدوله او لرعويه الدوله زي ما بيقول مثلا الدكتور عنايه ولذلك يقول لك في فرق تشوف واحد ده تقول لا ده مصري يعني باين عليه في واحد تاني الملامح المصريه الملامح الثانيه تقول لا يعني ده رعويته يعني يخضع لرعايه الدوله لكنه ليس من اصلا مصريا يعني دي حته برضو لان طبعا احنا معروف ان احنا لينا جذور في الاصل هي جذورنا لا بس ما عندك ناس اجيال متزوجه من أجنبي وبعدين أولاده بقوا مصريين بس فيه العيون الآسيوية واللي جايب على يابانية واللي جايب كذا فهو طبيعي هو مصري يعني إذا بس يعني لا أنا بس جزئية لصيق لصيق بالشخصية يعني لصيق بالشخصية متهيألي مش من مهمة الدستور إن يحدد نوع الحق يعني كفاية إنه يقول حق جنسية حق ولا يجوز كذا لو قلنا لصيق بالشخصية حلوة أوي حلوة أوي حق تدي عمومية يبقى هي الجنسية حق فصلة أيوة لا يجوز إسقاطها إلا من المتجنس أول سحبها نعم أول لا يجوز سحبها لأن السحب على المتجنس الإسقاط على الأصيل لا يجوز يبقى لا يجوز سحبها إلا بحكم قضائي من أو المتجنس قبليه لا يجوز سحبها إلا يحظر سحبها إلا من المتجنس وبحكم قضائي تمام الجنسية حق فصلة يحظر سحبها إلا من المتجنس وبحكم قضائي إيه وبحكم قضائي
ما اعرفش، لكن الجنسيه اللي خدها طبيعي والجنسيه الاصليه اللي هنخلينا نقول اصليه يعني. صحيح. خدت بالك؟ لا ديت لا يمكن ابدا لا تسقط ولا تسحب حتى ولو كان كذا، طالما خد عقابه يبقى ايه لا يعاقب الانسان مرتين. صحيح. هو حتى بعدين محظور عليك دوليا انك انت، طب هتخليه عن عيش بيه مخالف لاحكام، طب ما انت عارف البدون في دول الخليج يعني، انت عايز مصر ده انا رافع دعوة بعدم الدستورية النص ده في الكويت. ايوه طبعا، ايوه طبعا البدون رافعين دعوة بعدم الدستورية عشان كده. حتى في قانون الدولة يا دكتور يعني بتنظم على انها الجنسية الاصلية ايوه والجنسية المكتسبة، علشان كده الا مما نكتسبنا الاصلية اللي هي الجنسية المتجنسة لاحد ابوين مصريين، المكتسبة اللي هي بنقول عليها التجنس بكده. اساتذتنا الافاضل نهينا الباب، نهينا الدولة، نهينا الدولة. شفت العنوان وداخلين على تبعيات ده، انا كنت هاجي لك في حاجات حلوة وكنت بقى. طب ليه ما نسميش الباب ده لو هم مصرين يا دكتور اسس الدولة؟ لا هو المفروض هم مصرين يعني انا مش مع التسميات تاني باسم، انا مش مع التسميات على فكره، خش في الباب التاني، انا مش مع تسميات الابواب على فكره، انا مع أنا الوحده العضويه الوحده للدستور ماده واحد الى ماده مثلا 190. لا يعني خلي بالك في عناوين بتيجي حتى في الدساتير الاجنبيه، بص يعني ايوه بيقول لك الباب الاول اللي هي سوفرانتي السياده، بعد كده بيقول لك الحقوق والحريات عناوين الباب، وبعدين السلطات زي الفصول بتاعه كتاب علمي، وبعدين السلطات العامه الدوليه يمسك رئيس الجمهوريه، وبعدين كذا كذا. لكن الدوله، طب ما هو دستور الدوله كل ده دوله من اول ماده لاخر ماده، لانك انت لو قلت الدوله على ده يبقى اللي جاي مش في الدوله او حاجه تانية هامشي. انا برضو احنا ضد، احنا عايزين يا جماعه حاجه نظيفه، يا اما نلبس جلابيه حلوه ما فيهاش نقط ولا كذا ولا خربشه ولا حاجات من كده، يا اما يعني نشيل كلمه الدوله الاسس ولا اي حاجه ولا اي حاجه، جايه من غير عنوان المقدمات، جايه من غير عنوان. فبكده يبقى احنا انتهينا من الدوله اللي هي الباب الاول في مسوده الدستور اللي صادر على لجنه العشره، ولجنه العشره مش هي المشرع الدستوري. مشرع الدستوري عندنا وبكررها ليكم عشان تعرفوا، لان المهم اللي جاي حتى اللي فات من لجنة العشرة، عشان كده احنا يعني قاعدين ومطمئنين وما بنتخانقش، لكن اللي هيطلع من لجنة الخمسين هو ده اللي هيعرض على الشعب. فياريت تطلع حاجة او نكون افدنا بحاجة او ساهمنا بحاجة. وطبعا في نهاية الحلقة، واحنا طولنا عليكم شوية بنعتذر، ومعرفش ليه ما كانش فيه مداخلات، يبدو ان الكلام تقيل قوي فالناس قالوا سيبوكوا منهم. بشكر زملائي واعزائي واصدقائي عبد الغفار بيه سليمان نائب رئيس هيئه النيابه الاداريه، وعصام بيه الاسلامبولي المحامي بالنقد، وعبد الله بيه مغازي الدكتور عبد الله بيه مغازي اللي هو كان عضو مجلس شعب سابق، اللي هو تلميذ حضرتك في الاساس وليه الشرف دكتوراه يعني في القانون العام بصفه عامه. صحيح. واشكركم ان انتم استحملتونا، والى ان نلتقي نراكم دائما دائما على خير، وتصبحوا على خير لان بكره شغل. الف سلامه.